الموضوع اللي عايزة اتكلم فيه دلوقتي هو موضوع مش بس اثار اهتمام الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، لا هو فتح نوع من انواع الجدل المجتمعي الكبير. عارفين حضراتكم الايام اللي احنا فيها النهاردة دي مع اقتراب حرب ونصر اكتوبر بالنسبة لنا، مع الايام دي بيبدأ حاجة اسمها موسم التشكيك. موسم التشكيك بمعنى ايه؟ تبدأ كل سنة في نفس الميعاد في نفس التاريخ في اسرائيل يتقال نفس النوعية من الكلام. يتقال إيه؟ يتقال حاجات من نوعية أنه ما تهزمناش في حرب أكتوبر. تبدأ حملة من حملات التشنيع اللي برضو بتتعمل كل سنة في نفس التاريخ في نفس الوقت بنفس الصوت وبنفس المصطلحات والكلام عن رموز وطنية مصرية قامت بأدوار جليلة في هذه الحرب أو في هذه الفترة من تاريخ مصر. طبعا تابعتم على مدار الكام ساعة اللي فاتوا كده الجدل والاتهامات والكلام اللي أثير فيه إسرائيل عن البطل أشرف مروان، اللي هنقول بقى كلام كتير، اللي خرج الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك يتكلم عن دوره العظيم والدور الكبير اللي قام بيه وهو كان رئيس دولة. طيب العزاء الرسمي اللي أقيم لأشرف مروان، الحقائق الكثيرة اللي مصر أعلنت عنها بخصوص الدور الوطني اللي قام بيه أشرف مروان، حاجات كتير يعني نتكلم فيها، بس احنا مش بصدد النهاردة الدفاع أو الحديث، لأنه بصراحة النهاردة يعني حب خطب عقولكم. هل احنا النهاردة مصدرنا هو إسرائيل؟ هل مصدرنا الموساد؟ هل بندي ودننا وبنسمع الروايات الإسرائيلية ونعتبرها هي الرواية المظبوطة أو الرواية الصح؟ ده شيء غريب جدا، لأنه لقيت في ناس التقط الطرف الخيط ده، وفي ناس عامت على عوم الكلام ده، وفي ناس إيه مشيت مع الهوجة دي على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأت تردد نفس الكلام زي الأبواق اللي هي إيه الزاعقة كده بدون فهم وبدون تركيز. طب ركز معايا لحظة، يعني هل إحنا النهاردة مصدرنا هو الموساد؟ هل مصدر المصداقية بالنسبة لنا هو الموساد الإسرائيلي؟ طب بلاش دي، لو كان زي ما بيقولوا إسرائيل كان عندها علم بموعد قيام الحرب، موعد شن الحرب بالتحديد قبلها ب 24 ساعة، طب هم ليه ما شنوش ضربات استباقية على المطارات الجوية المصرية مثلا؟ ليه تهزموا في الحرب؟ إزاي تهزموا في الحرب أصلا؟ لما هم كانوا عارفين تفاصيلها وعارفين موعد الضربة وعارفين تفاصيل الضربة من اللي هم بقى بيسموه هناك في إسرائيل الملاك The Angel أشرف مروان كما يقال في الرواية الإسرائيلية. لما أنتوا كنتوا عارفين التاريخ والتفاصيل والمعلومات، طب إزاي أنتوا تهزمتوا في الحرب؟ إزاي إحنا كسبنا حرب أكتوبر؟ محدش يقولي ما كسبناش بقى، لأنه الكلام ده معناه انك انت بتهد وبتهدم وبتشكك في تاريخك كله وكل ما ترتب على هذا النصر وعلى هذا التاريخ، فلا يجوز ولا يعقل. طيب النهارده مش مصدرنا الموساد، بس لو عايزين تسمعوا يعني للي بيقولوه الناس بتاعتهم، اسمع الفيديو اللي اتكلم فيه واحد جنرال كده في الجيش الاسرائيلي اسمه شمعون مندز. الراجل ده قال لك كده بكل صراحة وبكل وضوح في فيديو انتشر من امبارح للنهاردة وتمت إذاعته على القنوات المصرية كمان. هو بيقول انه دور أشرف مروان كان خداع الإسرائيليين، بكل بساطة خداع الإسرائيليين، يخدعنا انه يودينا في اتجاه والمصريين ماشيين في اتجاه تاني، انه يقنعنا بحاجة والبطل بطل الحرب والسلام العظيم أنور السادات ماشي في اتجاه تاني خالص. ده اللي بقى الإسرائيليين بجد شايفينه، مش موسم التشكيك بتاع كل سنة في نفس التاريخ في نفس الموعد. طيب هسيب برضو كل ده وهقولك إيه، هقولك بص على السينما بتقول إيه، بص على الفن بيقول إيه. لو هنتكلم على السينما والفن، عندي عملين فنيين بيتم إذاعتهم الآن في إسرائيل، الاتنين بيحكوا رواية مختلفة عن رواية الموساد الإسرائيلي بخصوص حرب 73. أول عمل هو فيلم اسمه الرصيف. الفيلم ده هو فيلم بريطاني كإنتاج لكنه بيذاع الآن على التلفزيون الإسرائيلي. الفيلم ده باختصار بيحكي عن يوم اللي هم بيسموه في إسرائيل يوم الغفران أو الكيبور، اللي هو اليوم اللي قامت فيه الحرب، حرب 73 6 أكتوبر 73. بيحكي عن صدمة الجنود الإسرائيليين. باختصار الفيلم كله عبارة عن تصوير لحالة الرعب والفزع
اللي مر بيها الجنود الإسرائيليين في لحظات عبور أبطالنا، أبطال القوات المسلحة المصرية لخط بارليف، وتكسيرهم لأسطورة أو يعني هي بقى كانت الفكرة اللي بيروجوا لها وقتها أنه الجيش الإسرائيلي لا يقهر. الفيلم ده الأفيش بتاعه اسمه هيزاع بالعبري، وبالعربي ترجمته هي الرصيف، لأنه دي كانت زي سكنة عسكرية كده موجودة كانت اسمها الرصيف في الوقت ده، موجود فيها جنود إسرائيليين عندهم مهام معينة، سكنة عسكرية مهمة جدا. بيجيب لك بقى مشاعرهم، الدراما اللي حصل في حياتهم ما بين حاجتين. الجنود دول لما تفاجئوا بأبطالنا، أقصدنا القوات المسلحة المصرية في يوم 73، لما تفاجئوا بجنودنا بقى عندهم حاجتين، خيار من خيارين، يا إما يرجعوا إسرائيل يواجهوا خيبة الأمل الفظيعة ويواجهوا الفشل وخيبة الأمل في عيون المجتمع الإسرائيلي، رحتوا في إيه وجيتوا في إيه، رايحين تحتلوا بلد ورجعتوا بتجروا أزيال الخيبة وراكم، رجعتوا خيبانين فاشلين، ولا يموتوا بإيدين الجنود المصريين الأبطال البواسل. كان عندهم الرعب ده والفزع ده والخوف ده والاختيار الصعب ده، يستسلموا ويشوفوا بقى يلاقوا مصيرهم، ولا يجروا ويهربوا ويرجعوا على إسرائيل لكن يواجههم المجتمع الإسرائيلي. وبيحكي أنه بعضهم اضطر يتزل ويرفع الراية البيضة ويستسلم قدام الجنود المصريين عشان يعني خوفا من الموت وخوفا من المصير اللي هيلاقوه. فده فيلم بيعرض في إسرائيل الآن، بيحكي عن الصدمة اللي تعرض ليها الجنود الإسرائيليين في حرب 73. فيلم تاني برضو ماشي في نفس السياق اسمه جولدا، طبعا الإشارة هنا لجولدا مائير اللي كانت رئيسة وزراء إسرائيل وتلقب بالمرأة الحديدية في إسرائيل، وهي طبعا كانت أول والوحيدة يعني اللي تولت منصب رئيسة وزراء في إسرائيل. وبينظر لها التاريخ النهاردة لحد النهاردة أو الأوساط السياسية الإسرائيلية محتارة في أمرها وفي تقييمها، هل هي ست بطلة تحملت وأدارت البلاد في فترة صعبة جدا، ولا هي ست قادت بلادها مباشرة نحو الفشل؟